زي ما قلنا في الجلستين اللي فاتت عن أوضة الهواء، إنه كل التفاصيل اللي موجودة في البحث هتكون موجودة على الجروب النهارده، ملف في بي اف. أنا كل مقبرة معمول لها وصف أثري كامل بالمقاييس بتاعتها، بأسامي صاحبها، ومين كمان الببليكيشن اللي نشرتها، ولو طلع منها فخار، طلع منها استراكة، في حاجات طلع كتير منها استراكات، شقفات عليها أسامي وقوائم ومعلومات تفيد الحياة الاجتماعية. يعني أسوان مش بس الجدران السيئة اللي احنا بنشوفها، أو مش بس الفن الأقاليم وما تبقى منه، لا، احنا وراها كنوز، مومياوات وهياكل عظمية وتوابيت وبقايا خشبية وفخار، وفخار أواني، وشقفات مكتوبة بمعلومات، بقوائم ملكية، بحاجات زي مرتبطة بعقود زواج أو ما يرتبط ب المعاملات في الحاله، يعني كم هائل. المهم، الزراع الجنوبي في الصف العلوي والصف الاوسط والصف السفلي، يبقى الزراع الجنوبي ثلاث مستوياته فيها. الزراع الجنوبي اللي هو شمال السلم الرئيسي، في الصف العلوي والصف الاوسط اللي هو ده هنا بيبتدي ب 88، ده اللي بيبتدي ب 24، وده اللي بيبتدي ب 206. الزراع الشمالي، وده فقط مستوى علوي فقط لا غير، ما فيهوش غير صف علوي، وده بياخد المقبره من 34 اتش لغايه مقبره 36. عندنا في اتش في 34 ارقام كتيره وصلنا لغايه الاو، وعندنا 35 برضه وصلنا لحروف متقدمه، ثم بعد كده 36 رقم مستقل من غير حروف، ثم بعد كده مقابر مفقوده ما نعرفش عنها حاجه هنتكلم عنها، والتل الشمالي المستقل اللي احنا خدناه مقبره 37 بتاعه كيم ام ايحو. ومن بعدها هنروح نعرج على النتائج، نتائج الدراسه وتوصياتها. طيب، ادي السلمين الجانبيين اللي ممكن يطلع منهم لمقبره 25 و26. 24 دي في الكورنر، وفي فجوه هنا يمكن تقيمها ب 23. طيب، الارقام دي كلها مش مهمه ما عدا 28، دي مقبره لواحد اسمه الحقانخت، يبدو ان هو كان نوبي لانه لونه اسود، مقبرته صغيره جدا وقاعه واحده وكلها ملونه وغايه في روعه، فتحتها بتصريح خاص ساعتها من الامين العام، ودخلنا وصورناها ورفعناها بكل تفاصيلها، وهي من ناحية التاريخيه ذات قيمه عملاقه لانه حاكم للاقليم وغير مصري ومعاه جنود كلهم بيتسموا ان هم من الجنوب، يعني دمج شطري الوادي، شطري النوبة العليا والسفلى، مصر والسودان. فدي أهمية مقبرة 28، وللأسف أعذروني إن أنا مش جايب لكم صور منها المرة دي، أنا للأسف كان عندي ضغطة في الوقت فما لحقتش أكمل لكم أجيب لكم العرض. أنا عندي سداية كاملة لكل الصور اللي ممكن هناك لأني صورتها بنفسي. بعد كده المقبرة 31 بتاعت سارنبوت اللي احنا شفناها وقلنا جميلة جدا وملونة واتكلمنا عنها. الباقي محدود المستوى وان كان دي اهميته. ده المستوى اللي ابتدي 88 غير مرقمه، ده 9، دي اللي هي الارقام اللي عندنا السليمه، ونوصل 24 لانها غير مرقمه، علامه استفهام لانها غير مرقمه. على السلم الخاص اللي بيودي ال 32 في مقبره ثانيه صغيره اللي هي 98، وده اخر رقم في المستوى الاوسط. لو رحنا بعد كده كملنا هنلاقي بيكمل الدراع العلوي، الدراع الجنوبي في الجانب الجنوبي منه من 31 ل 34 ويوصل ل 34 جي، وهنا كده ده بنتوقف لان 34 اف وجي واتش لغايه 34 كي دول اللي بيمثلوا الدير والكنيسه المسيحيه اللي بيعلوها الضريح بتاع شيخ ابو الهوى. ده السلم الرئيسي اللي بتطلع له المقبره دي، بيسميها 34 اتش بتاعت خونس، مشهوره باسم مقبره الخفافيش عشان الدم بتاع الخفافيش والطمس بتاعهم موجود على الحائط مغطي المناظر، رغم انها كانت مناظر زراعه وحياه يوميه غايه في الروعه، وتعتبر الاكثر رقي في مناظرها وتنفيذها، ولكن بسبب وضع الخفافيش وانها في الواجهه فبتعشش فيها الخفافيش، بقت الأسوأ في حالة الحبس. طبعا بنلاقي في عند بخلاف السلم الصغير اللي بيطلع ال 32 اللي عنده يمينه 98، هنلاقي 102 و103 وفي مستوى
سحري، ده مستوى سحري ما بين العلوي والاوسط، هنلاقي 34 A و B. بعد كده في السفلي هنلاقي 103 A و104، وفي اهو طريق صغير تاني، وبتستمر المجموعات دي 110 من المقابر الهامه جدا 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 في مناظرها وفحواها. ودي الصف السفلي بقى اللي هو 206 و7 و7 A و7 B و8، واغلبيه المقابر دي من ترقيمي في بعثه التسجيل في 2006. بعد السلم بنلاقي مجموعه اللي هي 34 كي، انا ما يهمنيش غير 34 ام اللي هي حرخوف، دي تهمني جدا. مجموعه الحوش بتاع المقابر 35 من 35 ل 35 اف. بعدها بنوصل بعد ما بنعدي المجموعه دي بندخل على 36. الحوش ده مميز قوي، فيه مسلات وفيه عائله كامله هناك وفيه مناظر هنشوف صورها حاليا. بعد ما بنكمل لغايه 36 ادي التل المستقل، و37 اللي احنا قلنا عليه اللي لوحده. طيب ده كان بالنسبه للعرض والباوربوينت، نقدر نشوف الخلاصه بتاعتنا ونتائجنا اللي توصلنا ليها. العدد الاجمالي الظاهر حاليا 87 مقبره تحمل ترقيم منفرد او مضاف ليه حروف من الابجديه اللاتينيه. بالاضافه عندنا الثمان مقابر وردت بتقرير حفائل قديمه لم يتم تبيانها في وقت العمل اللي انا كنت بقوم بيه، وواحده اكتشفت حديثا اثناء العمل في 2012. اصبح المجموع 96 مقبره. انا قدرت اجيب بلانات ل 47 منهم بالاضافه ل 13 من بورترموس، يعني احنا وصلنا لعدد 60 بلان لاجمالي من ال 96، وده عدد ضخم جدا. واضح ان احنا عندنا ثلاث مجموعات من الفجوات في الترقيم، وعندنا ثلاث مستويات من الناس اللي موجوده في الدفن، بعضهم امراء وحكام وكبار موظفين. المجموعات المهمه قوي اللي فيها مجموعات جانبيه اللي هي مجموعات 35 A و B و 35 D ل E، دي بتضم عائلات كامله، كذا مقبره جنب بعض العيله واحده، كذا مقبره بخلاف المقبره المزدوجه بتاعه ميخو صبي اللي هي 25 26. الاضطراب في الترقيم ده احنا اتكلمنا عليه وشرحناه قبل كده، فمش مفيش داعي ان احنا نذكره دلوقتي تاني، وهو بسبب وجود فجوات لاحتمال اكتشاف مقابر في المستقبل. في مسلات بتتصدر بعض الواجهات، ودي شفناها عند ميخو سابني في الواجهه بتاعت مقبرتهم، مش المدخل واللوحه، لا في مسله في الواجهه. عندنا ايه المقابر اللي فيها مسلات؟ 25 و26 و35 و35 A 35 B 35 D E و92 الى اخره. ده معناه ان احنا من الاسره السته عندنا كم هائل من المقابر اللي بتتصدرها مسلتين صغيرتين الحجم على الجوانب. الموقع اهميته انه ادانا كم هائل من المومياوات، ادانا مسلات، ادانا اثار معدنيه، ادانا لوحات عديده جدا وتماثيل ومكتشفات اخرى متوزعه على متاحف العالم. ده بالاضافه الى ما هو موجود اصلا في ابار المقابر ومغلق عليه، او في المقاطف اللي انتم شفتوا صورها. المقابر والابار فيها الاف من الاواني والاوعيه، غالبا بيحمل نصوص سواء هيراتيقيه سوري هيروغليفيه او هيراتيه. يبقى عندنا نصوص بالهيروغليفي وبالهيراتي. دي بتعكس جوانب من الناحيه التاريخيه ومن الناحيه الاثريه واللغويه والحضاريه متدرجه في العصور، وبتكشف العديد من الجوانب من ناحيه اللغويه او من اسماء الاصحاب المقابر، لان المقبره ممكن ما نلاقيش عليها نقش، ما نعرفش اسم صاحبها، او المقبره كل الملاط اللي عليها وقع، ونعرف صاحبها من الاثار الموجوده جواها، سواء من اللوحات او التماثيل او خاصه من الشفات المسجل عليها كتابه. عندنا كمان سلاسل انساب. تمام يا شباب؟ سامعيني كده الصوت كويس؟ ايوه يا دكتور سامعيني. تمام يا دكتور. اوكي انا بس بتاكد. ثم عندنا القاب، يبقى احنا بنكون سلاسل انساب، معرفه اسامي الاصحاب والقابهم، يعني نقدر نحط عائلات كامله، يعني اللي حد عايز يشتغل على الجيولوجي علم الانساب يقدر يشتغل من المقابر دي والماده بتاعتها. طبعا قدي لكم المراجع والسنين وارقام الصفحات والفكره، فاللي عايز يرجع كل حاجه من الحاجات دي هتفتح له ابواب كافيه جدا لشغل قادم مهم، وهو بره الالمان مهتمين قوي 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 بقبه الهواء. اسماء العديد كمان من الطعام، احنا عندنا قوائم باسماء الطعام،
يعني اللي عايز يعرف اسامي الاطعمه المصريه يقدر يرجع للماده دي. سبع مقابر منقوشه اكتشفت لاول مره او عيد الولوج ليها سنه 59 و60. دي تم فيها اكتشاف 200 او اكثر من 200 اناء خزفي ني منقوش عليه كتابه بالخط الهيراتي بالبداد الاسود فيها اسماء الاطعمه والحبوب والفواكه المخزنه فيها. يعني ببساطه اساس جنائزي بيقول لنا ايه هي الحبوب والاطعمه المقدمه في الاواني ومكتوبه بالخط الهيراتي. عندنا حوالي 100 اناء بيحمل اسامي افراد من الدوله القديمه. سنه 66 المر ايدل نشر تقرير عن الاعمال في المنطقه، عرض النقوش الهيراتيه اللي موجوده على الاواني اللي عثر عليها في مواسم من 60 ل 66. كمان نشر اللي اكتشف من 60 ل 65 ومع اللي من 68 ل 70 في مجلدين كاملين من الجزء الثاني للمطبوعه بتاعته النهائيه اللي هي بتتكلم عن قبه الهواء، عامل كتاب كامل عن قبه الهواء. المجلد الاول ظهر في 67 وده فيه 470 نقش هيراتي ومن اجمالي 902 اناء منقوشه، وفي 8 نقوش منها ما تمش قرايتهم، يعني اللي عايز يحاول يفسر او يقرا عنده امكانيه للعمل على بعض الحاجات في مقاله صغيره. في بعض الكلمات زي ايعه بتظهر في 185 شاهد من الحاجات دي، بتتضمن اسامي فاكهه واسامي اصحابها. الفخار اللي عثر عليه في الحفائر المبكره معروض حاليا، بنتكلم عن الحفائر المبكره اللي هي الفتره بتاعت نهايه القرن ال 19 ومطلع القرن ال 20، دي موجوده في متحف جزيره الفنتين. المجلد الثاني اتطبع في كتابين سنه 70 و71، يعني كل واحد فيه جزء بعده مجلدات. نشر فيه حفايره من 72 و73 وصدر في 75 هذا الكتاب. استنادا بقى للي هيجاء في الدراسه والجدولين اللي انا هوريه لكم دلوقتي حالا، يمكن تاريخ وتصنيف المقابر 86 كتاب. عندنا الدوله القديمه عندنا فيها 28 مقبره. انا خصيت بالذكر في الجدول 25 منهم، ليه؟ لان في ثلاثه مفقودين. ده بالاضافه الى مقبره غير مرقومه اكتشفت حديثا ذكرتها في الجدول رقم 2. عندنا من الدوله الوسطى على الاقل سبع مقابر، منهم خمسه انا حصرتهم بارقامهم بشكل مؤكد ومقبرتين مضافين في الجدول 2 لانهم مفقودين. عندنا من الدوله الحديثه ثلاث او اربع مقابر، احنا اشرنا ل 35 اللي شفناها بتاعت سين ماس و37 بتاع كيم ام احو وربما 35 ام، ودي من المناظر عليها لانها معموله سلويت وبلون اسود، فالبعض بيحلوا ليها ان هي سميها مقبره الاشباح. دي من الحاجات الفن يعني، مش اشباح معناها اشباح، ولكن لان الرسومات مرسومه باللون الاسود ومش بالالوان الطبيعيه. طب العصر المتاخر عندنا اربع مقابر كامله، ده غير ان في ثلاثه منهم مذكورين وواحده غير مرقومه موجوده في الجدول. ضم قبه الهواء زي ما قلنا دير ماري جرجس ودير انبا سمعان وغيره من الحاجات دي والشيخ ابو الهوى، واتعمل ضريح بقى الاغا خان بالرخام الابيض على الطراز الفاطمي سنه 50 للقائد الروحي لطائفه الاسماعيليه الشيعيه مع محمد شاه اغا خان، وده يعتبر امام رقم 48 منهم من الائمه بتاعتهم. اسفل الضريح في فيلا في فيله الاقامه بتاعت البيجوم اللي هي ام حبيبه اللي هي زوجه الاغا خان اللي كانت عايشه لغايه فتره قريبه يعني هناك، وكانت بتضع زهره على مقبره زوجها الى ان توفيت في عام 2000، وكان مكلف بستان الفيلا باداره هذا الضريح واستكمال المراسيم. عندنا دير الاب هدرا اللي في الجهه الغربيه خلف الموقع بقى. يبقى احنا عرفنا في حاجتين، الانبا هدرا اللي هو الانبا سمعان ده حاجه، وعندنا دير تاني لسه انا ذاكره من شويه تمام، اللي هو دير ماري جرجس اللي انا وريت لكم صوره، ده دير ماري جرجس. اما دير الانبا سمعان او سان سيمون الانبا هيدرا ده موجود في ظهر الموقع، وده كان له مواسم احتفال ب 11 كيهك اللي هي بتوازي 21 ديسمبر. طيب الدير ده اللي في ظهر الموقع شيد في القرن السابع، وبسبب اهماله ست قرون بسبب نقص المياه وصعوبه الحصول عليها اصبح مهجور. تقدروا تزوروه هتلاقوا فيه
مائده الرهبان اللي كانوا بياكلوا عليها والكراسي بتاعتهم والحجرات والتقسيم والاماكن اللي كانوا بيقروا فيها القراءات المقدسه الى اخره. مشاهده جميله جدا، في فسيفساء، في فريسكات، في جدارات ملونه، وزي ما قلت لكم وحتى في اماكن اللي هي بتقال عليها طبعات الاقدام الخاصه بالرهبان، بالاضافه الى اديره منطقه الكوبانيه اللي على بعد 12 كيلومتر شمال الموقع حاليا. انا بوصي بايه؟ الموقع لازم يكون موقع سياحي من الدرجه الاولى. في بعض المقابر حاله حفظها ومناظرها روعه، زي المقابر 28 اللي قلت لكم عليها، 30 32 35 دي 35 اي، ودي انا ما يعني كان كنت اتمنى ان انا يكون معايا السي دي هاي اللي عليها صوره، لكن هي في البيت الثاني بعدين اوفرها لكم لانه لسه راجع من محاضره حالا استثنائيه، ثم مقبره 98 ومقبره 110 اللي احنا ذكرناها. محتاجين اعمال تنظيف وازاحه الرمال بشكل دوري والاحجار اللي هي على المداخل، محتاجين عمل فتحات وفجوات تهويه، محتاجين ان احنا الاثار المنقوله التوابيت والاواني والكلام ده اللي موجود في صالات المقابر او موجوده في بعض القفف الموجوده انها تنقل الى مخزن متحفي او يتم عرضها بشكل يحفظ سلامتها، زي ما حصل في منطقه الجيزه وزي مقبره التتاري، تنظيم الدخول والخروج وكيفيه المراعاه الخاصه بالموقع. عمل سياج من شجيرات متوسطه الطول والنمو حوالين السلالم الاثريه، منها تمص المياه الجوفيه من الارض ما تاثرش على الكتله الصخريه، دي واحد، وفي نفس الوقت تمنع تحركات كثبان الرمال وبالتالي الزحف المتكرر ليها، وده بيعرقل الزياره السياحيه وبيعوق على المرشدين اصلا هم يطلعوا. عندنا كمان ارسال بعثات لحفاير مستمره لاستكشاف المنطقه والعثور على المقابر المفقوده اللي انا ذاكرها وذكرت على الاقل 12 مقبره مفقوده حتى الان. تنظيم رحلات سياحيه داخليه وخارجيه للموقع خاصه من طلبه المدارس والجامعات، وانا اتذكر ان احنا مع دكتوره زكيه ربنا يديها صحه طول العمر زرنا الموقع دون في رحله الاقصر واسوان سنه 96. توفير معديه سياحيه لائقه بدل المعديه اللي كانت موجوده في الوقت دون. انا ما اعرفش بعد التطوير الاخير هل بقى في كوبري عابر للنيل في المنطقه ولا لا، ولكن اعتقد في المنطقه دي تحديدا هيكون صعب، ولكن لازم يكون في معديه سياحيه لائقه او على الاقل يعملوا مونوريل تلفريك ينقل من الشرق للغرب ويلف الموقع ويزوره من فوق في زياره بانوراميه، محتاجين زياره بانوراميه للموقع عشان يغطي الاثار الدوله القديمه والوسطى والحديثه والمتاخره والمسيحيه والاسلاميه بل والحديثه والمعاصره. بكل دون بوصي ان الموقع يتحط على قائمه التراث العالمي لثرائه وتميزه الشديدين. انشاء منطقه خدمات تحت ملحقه بالموقع، ده انا وصيت بيها واعتقد ان بعدها ابتدى يتعمل. لازم يكون في كافيتريات، لازم حمامات، لازم نقطه اسعاف للناس لو حصل اي حاجه يكون في امكانيات، بازارات، الموقع ما فيهوش بازارات، فيه فقط الباعه المتجولين، ده ما ينفعش، عشان يبيعوا انا عايز بازارات منظمه ليهم تحترم ادميتهم وتحترم السائح وتبقى تحت بصر شرطه السياحه عشان نضمن سلامه الامر. بما فيها من منتجات بقى محليه يدويه الصنع، احنا مش هنبيع اي حاجه، عايزين نكون عندنا براءات اختراع لينا وهي انتاجنا المحلي هو اللي يتعمل، مش حاجات ماس برودكشن او جايه من الصين او من اي بلد ثانيه يعني، مع كامل احترام لكل الدول وانتاجها، بس احنا بنشجع الصناعه المحليه واليدويه اللي هي بتعكس للسائح استمرار البلد. في ملابس، منحوتات، مشغولات، كل ده، وخاصه لو في مشغولات اثريه مقلده عاملينها اهل المنطقه تبقى لطيفه جدا واسعارها معقوله بالمناسبه، انا شخصيا اشتريت منها حاجات حلوه قوي. عايزين مكان مخصص للجمال والجياد اللي هتنقل من موقع قبه الهوى وماري جرجس للدير الانبا هيدرا. هي في جمال بتتحرك بس مش منظمه المساله بشكل لائق يكون اكثر حضاره ورقي يلائم الزياره السياحيه واحتياجها. انا شايف محتاجين نطبع كروت سياحيه، كروت بوستال ملونه لاشهر المناظر الموجوده في المقابر وللاديوره اللي موجوده في الموقع وللمزارات الاسلاميه الى اخره، احنا عندنا ثراء. بعدها ممكن يتعمل من الصور النادره الابيض واسود القديمه اللي موجوده في الارشيفات اللي عندنا عشان تتباع في البازارات وتدر دخل على الوزاره وعلى التفتيش. امل جداول اهي عفوا فيها الارقام بالديت
الجداول دي من عملي وهي غير مسبوقة، كل واحد وعهد اللي موجود فيه الشخص، ولو مراته لو خالية من النقوش، لو فيها نقوش اديت التفاصيل دي بالكامل، تقدروا تلاقوا أسامي شهيرة ميخو، سابني حقائب ابن بن إدبوي، سبك حتد حقائب ابن سات حطحورو، ده من الشخصيات برضو الشهيرة قوي، سالبوت الثاني اللي هو خد اسم نوبكا ورع، وده اسم الملك فهو تسمى باسم الملك، وده من عهد أمنحات الثاني. عندنا سابني وبيبي نخت، ودول مهمين جدا في قصة ستة، وتحديدا من عهد بيبي المقبرة 35، دي من المقابر الجميلة جدا جدا جدا. المقبرة 65 ال اللي قلت لكم عليها اللي هي سين مس ابن جويعة، دي من عهد حتشبسوت، وده شيء مميز، عندنا مقبرة من عهد حتشبسوت هيا. ثم سلمبوت الأول اللي قلت لكم عليها، وشفنا الأعمدة والواجهة بتاعتها، ما بس هي مش لا تستحق الزيارة، أفتكر سلمبوت الثانية تستحق الزيارة أكتر منها، هي ومقبرة 30 بتاعت حقائب، ومقبرة 28 بتاعت حقائب، يعني الاثنين حقائب وسلمبوت أكثر استحقاقا للزيارة. في مقابر ممكن تتزار أخرى زي سبك حتب رقم 90، رقم 35 بتاع بيبي نخت برضو تتزار. في فتحات بتاخد أرقام جي وتي واس وكيو تبع مجموعة 35، الفناء بتاع 35. عندنا كمان بعد 98 مجموعة بتاخد أرقام مجهول تماما هي تخص مين. عندنا خو إن خنوم مقبرة 102، أو خوي إن خنوم مقبرة حلوة قوي ونحتها ملون من عهد بيبي الثاني، تستحق الزيارة مقبرة 102. لو في إمكانية للزيارة ستكا، مقبرة متنوعة بين تلوين، بين نحت بارز، بين نحت غائر، فمقبرة 110 بتاعت ستكا كمان من الحاجات المهمة. المقابر دي للأسف مش هتقدروا تدخلوها، احنا دخلناها بالعافية وصورناها من فجوات في جدرانها، يعني دي المقابر اللي هي بتلقيم الحالي بتوازي A أو B، ده يبقى عند تلقيم دي مورجان اللي هو توضيح لتلقيم جرينفيل، أما اللي خد C هو ده اللي بيشير إلى سيسل، ليدي سيسل، فكل رقم وبيوازيه A في الرقم التاني. ودول 12 مقبرة قدرنا نعمل لهم موازاة من عدد 59 مقبرة، الباقي لم يتم التمكن من ذلك. المقابر بقى المفقودة، عندنا المقابر دي شوف كم مقبرة مفقودة، لو نعدهم مقبرة 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 10 مقابر مفقودة تماما، بس احنا عارفين عصورها. واحد مجهول ابنه كان اسمه بادي حور، ده من عصر متأخر، وعندنا حقائب ده اللي من أصل 12، عندنا برضو واحر ابن شيبنتا نفرت وسيدة باو باس ديان، واللي أخت اسمها باو باو، دي من القصص 26 تحديدا. عندنا برضو إيرة حرو أو بادي خنوم من العصر المتأخر، عندنا من الدولة الحديثة حو إر حات إف والتابوت بتاعها، عندنا دي دولة حديثة. في شخصيات ما قدرناش نحدد العهد زي غنوسو وإبادة، ما فيش أي إمكانية لتحديدها في النشر بتاع جرينفيل. عندنا المجهول الأسامي من أواخر الدولة القديمة، عندنا ودي نشرت حديثا، عندنا أيضا من العصر المتأخر والدولة الوسطى الشخصيتين حقاتا وأمون جيت. قائمة المراجع طويلة ومتاحة في المقالة اللي أنا يعني متاحة لحضراتكم إن شاء الله الليلة دي على الجروب. ممكن من مقبرة حرخوف لأنها مقبرة جميلة جدا نتكلم عن مثال إنها اكتشفت على إيد الإيطالي تشابريلي 1892، قام بنشرها ودراستها ماسبيرو، ثم آخرين زي دي مورجان، وابتدت تتابع بقى الدراسات والمناقشة اللي فيها إيرمان سنة 1892 و93، وبعد كده هو بريستد قام بترجمتها، بوركر التقط لقطات ليها، زيتا عمل نسخة لنصوصها أفضل، تم وصفها في بورتر موس. بعيد عن الوصف المقبرة الفناء المفتوح اللي بيقود إلى صالة مستعرضة فيها أربع أعمدة، بعد كده فيها ثلاث أبواب وهمية بتقود لممران بينحدروا،
الى الاسفل حيث حجره الدفن، دهليز منحدر لحجره الدفن. خلينا نتكلم على النصوص اللي فيها وترجمتها. عندنا قربان بمخصص لانوبيس، وده ما فيهوش حاجه جديده. خلينا نشوف شيء مميز. بيتكلم ان هو بيدفن في الجبانه الغربيه تحديدا بعد شيخوخه طيبه وطويله. شيخوخه او شيوخه طيبه جدا. ده واضح ان هو عايز يقول انه كان عمره طويل مديد العمر. بيتكلم عن المعبود العظيم اكتر من مره، وده بيقربنا لفكره انه عندنا نوع من الوحدانيه في مصر القديمه، وان كل ما تسمى معبودات او مقدسات هي قيم مقدسه بتدمج في هذا المعبود العظيم الذي ليس اسم لا اسم له. طيب هو حاكم او عمده كان مشرف على الجنوب، حاكم الصعيد اهو. بقي عندنا حاكم الصعيد اللي هو إيميراشي معو، ثم حامل ختم ملك مصر السفلى، ثم حامل الكتاب او الكاهن المرتب، والمشرف على القافله او المشرف على المترجمين. كان مبجل لدى اجتاح سكر، وده بيشير الى ان حبخوف له انتماءات للعاصمه الشماليه ملف، رغم ان هو حاكم الصعيد. يعني ربما تكون اصوله من مدينه ملف. ده ظهر لنا هنا أزير والقرابين اللي بتقدم إليه. وعلى فكرة رغم ما هو شائع بالنسبة لنا عن أزير، أنا لسه مناقش رسالة لماجستير للطالبة فاطمة الزهراء عن أزير والدرجات الكهنوتية العليا، لم يظهر في الدولة القديمة أي كهنوت له أعلى، وفقط في الكهنوت من درجات دنيا لقبين فقط لكاهنين فقط على الإطلاق. يعني في كل الدولة القديمة ما عندناش غير اثنين لقبين لشخصين وبس. ده معناه ان أزير في الدولة القديمة محتاج ننظر له بنظرة أخرى ونبحث عنه بشكل مزيد من الاهتمام. بيتكلم عن الحاكم اللي في حجرة المدونة أو المشورة. ده واضح إن كان عندهم مجلس شورى بقى، وإن هو كان في نوع من الشورى، ودي من الألقاب المهمة اللي نسقط على حبخوف في المقبرة 34 إن في الصف العلوي من الدراع الجنوبي، سوري من الدراع الشمالي. أهميته الوظيفية. احنا حابب ان احنا نبص على بعض الحاجات. أتيت يوما من مدينتي، حاجة إنسانية شوية. هبطت من إقليمي، هبط يعني هو في الصعيد ونازل الجنوب. فبنيت بيتا، أقمت أبوابا، حفرت حديقة بها بحيرة، زارعا أشجار جميز. فمدحني الملك. ده يخلينا نقول بقى إن هو مبجل عند بتاح سكر، ما هوش إن هو بقى منفي كده بالنص ده، لا ده كان في حته ونزل الدله المنف، نزل لمنف، هبط الى منف وعمل بيت بابواب وحديقه وبحيره واشجار، فاصبح مقرب عند الملك. عمل ليه ابي وصيه. هنا بنتكلم على العلاقات بقى والحاجات القانونيه، وصايا بتترك. ليه الوصايا الخاصه بيه؟ لانه ممتاز، مش صاحبه في الرحله من الرحلات الرحلة الأولى. طيب ممدوح من أبوه من أمه، يحب إخواته، دي حاجات أخرى لطيفة. أعطيت خبزا للجائع، لباسا للعاري، ورسوت من ليس له معدية. مرة أخرى بنرى أصول النصوص اللي هتتوجد في العهد القديم وفي العهد الجديد وفي التطويبات، اللي هو الخبز للجائع ولباس للعاري وصنع الخير، واللي صداها موجود في أيضا في التعليم الإسلامية وفي القرآن وفي كل القيم الإنسانية اللي بتحط عليها، وحتى في الديانات الأخرى. مصر القديمة نموذج الماعد. أيها الأحياء فوق الأرض الذين يعبرون فوق هذا القبر، المبحرون شمالا أو المبحرون جنوبا، فلتقدموا بقى كذا 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 للي في الجبانة ديا لروحه عشان يضمن البقاء. ده كان حاجة كده كنموذج من النصوص. إنني قائل الشيء الطيب، مردد الشيء المستحب. لم يحدث أن قلت أي شيء سيء لرئيسه ضد كل الرجال. أحببت أن يحسن اسمي لدى المعبود العظيم. لم أفصل أبدا بين رفيقين بالظلم، يعني لأن النص موجود، أو في قضية
تخلى فيها الابن عن ثروه ابيه. ده بيتكلم عن تفاصيل غايه في الروعه، احنا بنتكلم عن نص نقدر نطلع منه جوانب من الحياه الاجتماعيه، عشان كده انا قصدت ان انا اجيب لكم بعض النماذج منها. طبعا النص طويل، هكتفي بهذا، وحاليا نقدر نروح للمقالة نفسها، أوريكم صورة المجموعة 35، حوش 35 بألوانه، ده المنظر بتاع مجموعة 35، وهتلاقوا في مسلة أهي، شايفين دي؟ أدي مسلة. أنا كده ألهيت العرض اللي كنت حابب بشكل مبدئي ألقي ببعض الأضواء عليه. عندنا بلانات بتورينا طرز مختلفة، طبعا أنا دي أغلبتها من الدولة القديمة، دكتور نزيه سليمان سيحدثنا السبت القادم عن طرز الدولة الحديثة ومقابل الدولة الحديثة في قبة الهواء، طبعا هيكون أفضل مني تماما في هذا الأمر، بس أنا بوريكم تنوع الطرز اللي جاية من الدولة القديمة، من الدولة القديمة، من الدولة الوسطى، نماذج مغيرة، بعد كده عندنا دولة قديمة أيضا معقدة جدا، الأرقام الخمسة وتلاتينات دي دولة حديثة، وزي 37 برضو دولة حديثة، شايفين عمق المقبرة بتاعتها كم إحوت، صالة 2-3، وبعد كده نزول إلى حجرة الدفن. حاليا فاضل لنا دقيقتين تقريبا، فعشان الأسئلة تاخد راحتها وتعليقاتكم كلها تاخد راحتها، هنقفل اللقاء دون ونفتح الجلسة الأخيرة للتساؤلات والأجوبة والتعليقات.